خدتوا بالكم بقى؟ يعني دلوقتي انا واحد القرعه ساعدتني ان انا ما اسافرش، من المفترض يعني ان انا ما اسافرش، تقوم انت بقى تتعبني تجهدني كفريق، خصوصا في ظل الماتشات الكتير اللي ورا بعض دي. فالموضوع بصراحه غريب، يعني ان انت دلوقتي الاهلي والنصر فرقتين منين؟ من القاهره، هنا من القاهره، تمام؟ يروح يلعبوا في اسكندريه ليه؟ طب هما ذنبهم ايه ان في فريق تاني هيلعب في اسكندريه؟ حاجه غريبه بصراحه. بحس ان احنا دايما لازم نختلق بعض الامور اللي تعمل جدل ونتكلم فيها، ومفيش حاجه بتمشي على طبيعتها كده. ومنظور منظومه الكره المصريه مفيش حاجه بتمشي على طبيعتها بالتحديد، اي حاجه جايه من اتحاد الكوره مش عارف ليه. بالتالي عايز اتكلم على مباراه ايه، الاهلي والزمالك، امتى؟ يوم 18. وللاسف للاسف الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن ان الحكام هيكونوا مصريين. انا بقول للاسف ليه؟ هل انا بقلل من الحكام المصريين؟ لا طبعا، حكام كويسين كويسين، حكام حلوين حلوين. طب انا بتكلم كده ليه؟ لان بصراحه، وده المفروض التفكير اللي لازم نفكر بيه خلال الفتره اللي جايه كمسؤولين عن الكره المصريه، انا لما اجي اخد قرار زي ده لازم اكون مهيئ الحكام نفسهم الاول لقرار زي ده. ما ينفعش انا فجاه كده قبل الماتش ب 10 ايام اجي اقول لك ايه، لا انا طقت في دماغي هلعب بحكام مصريين ماتش اهلي وزمالك، واحنا عارفين الحساسيه وعارفين المنافسه القويه وعارفين كل حاجه. هل ده كلام يصح؟ لا ما يصحش بصراحه، ما ينفعش. لازم انا ابقى واخد خطوات لاعلان هذا القرار. طب الخطوات المفروض تتمثل في ايه؟ تتمثل في ان انا اجهز الحكام نفسيا وفنيا لاداره مباريات القمه. ازاي؟ اخطط. في حاجه كده الناس كلها بتعملها، بتخطط. تخطط تقول لك ايه، انا بعد سنه، بعد اتنين، بعد ثلاثه، ان شاء الله باذن الله خلي الحكام المصريين هم اللي يديروا مباريات القمه. مش فجاه كده اقول ايه، لا خلاص هو حكم مصري. يا عم اسمع، لا هو حكم مصري يا سيدي، نجيب مش لا حكم مصري. طب ما ازاي ازاي؟ طب هل الحكام عندنا، الحكام عندنا شاطرين قوي؟ بصراحه لا. الحكمين الثلاثه الموجودين الكويسين ده اجتهاد شخصي منهم، اجتهاد شخصي منهم. هم ناس حابين الشغلانه دي وبيحترفوها، وبالتالي بيتطوروا وبيحسنوا من مستواهم، فوصلوا مستوى جيد بصراحه. طب والباقي؟ الباقي نواه ليه حكام مميزين. طب ايه اللي ناقصهم؟ اللي ناقصهم ان يكون في سياسه من الاتحاد المصري معلنه من لجنه الحكام لتطوير مستوى التحكيم المصري. اعمل بقى معسكرات، اعمل محاضرات فنيه، اعمل بقى اي اساليب، هم ادرى مني في الحته دي يعني. نعمل اي حاجه اطور من الحكم المصري. ما سيبش الموضوع بالصدفه، ما يبقاش الدنيا هلهلي كده يعني باللغه العاميه يعني. زي ما تيجي تيجي، انا وحظي هخلي حكام مصريين المباراه دي ورب ان شاء الله تعدي على خير. ده احنا عندنا الفار، ما هو حتى الفار موجود بيحصل مشاكل، فما كانش ليها لازمه اطلاقا. ممكن ده يكون هدف مستقبلي بالنسبه لك، لكن ما ينفعش فجأة كده بعد ما احنا عارفين، ومجلس الوزراء مش ممانع ابدا واحنا عارفين القرار ده، ان يكون في حكام اجانب مباريات الاهلي والزمالك، انا اروح ايه قايل لك لا انا راجل جامد جدا وهجيب حكام مصري. الكلام ده بصراحه ما ينفعش. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال يعني، نتمنى لو هيبقى في حكام مصريين فعلا يكونوا موفقين في المباراه دي، وان الامور تمشي بشكل طبيعي وما يبقاش في ايه مشاكل بعد الماتش باذن الله تعالى يعني. ده فيما يتعلق بمباراة القمة. النهاردة الأهلي قرر إيقاف كابتن عمرو